حزب غد الثورة وجه رسالة الدكتور أيمن نور إلى الأمم المتحدة يتكلم فيها عن دعوات بن غفير إعدام الأسرى الفلسطينيين. وطبعا هذا المجرم اللي هو بن غفير، طبعا معلش سامحوني أنا برضو في التليين، يعني صوتي هتلاقيه في آخر الحلقة كده بدأ يروح وبتاع، فأنا في التليين يعني لسه. لكن هذه الرسالة المحترمة من حزب غد الثورة عن للأمين العام للأمم المتحدة، ويتحدث فيها عن هذه الدعوة المجرمة التي يدعو بها بن غفير هذا الوزير المتطرف لإعدام الأسرى الفلسطينيين. والحقيقة مش جديد عليهم، ده الوجه الحقيقي للصهاينة، أي وجه آخر هو وجه مصطنع. هذا هو الوجه الحقيقي للصهاينة، إعدام الأسرى، قتل الأبرياء، انتهاك الأطفال، ده الوجه الحقيقي للصهاينة.